الحقيقة يا عمي أنا كنت عايز أتكلم حضرتك في موضوع ميعاد الفرح. حضرتك كنت أصريت إن الجوازة ما تتمش غير لما زاد تخلص دراستها، وده لسه بدري عليه جدا. فأنا شايف يا عمي إن خير البر عاجله، وبدل ما أنا داخل خارج عليكم كده يعني، وحضرتك عارف محدش بيخلص من كلام الناس، يبقى أنا عجل بالجواز. كاتب الكتاب والدخلة على إيدي الصغير، ها نقول مبروك؟ إحنا بنتكلم عن الشهر اللي جاي، ما نلحقش نجهز. أوف كورس نلحق يا عمي. الشقة الحمد لله جاهزة، العفش في ظرف يومين هيجي من المحل، شوية الكراكيب والحاجات التانية دي تدبق. مش معقول نوقف جوازة يعني عشان شوية تفاصيل صغيرة؟ أيوة بس كده الجواز ممكن يعطل زيادة عن المذاكرة. أيوة يا عمي ما أنا شايف إن مفيش داعي للمذاكرة خالص. بما إن عروستنا ربنا كرمها براجل هيهنيها ويسعدها، يبقى ليه لازمته الشحططة في المواصلات وتمقيع عينيها في المذاكرة؟ أنا طبعًا مش ناوي أشغلها، استحالة أشغلها. يا عمي ذات بالنسبة لي ملكة متوجة، وبيتها هو هيبقى مملكتها يا عمي. لا طبعا ذات لازم تخلص الكليه. بس انا يا عمي شايف مفيش. بس اسمع عبد المجيد، ذات هتكمل علامها يعني هتكمل علامها، ولا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. بس انا شايف مفيش. شايف صباح الخير يا صفية. صباح الخير يا ذات، انت مش باينه ليه يا بنتي؟ اصل انا مشغوله بالجهاز قوي، شكلك يضحك. يا يعني انت اول ولا اخر واحده هتتجوز؟ ما انا ومنال وهدى اتجوزنا وبنيجي نحضر، وهو حامل قدامك وباجي احضر. يا صفيه كل واحد عنده اولوياته، وبعدين عبده مستعجل على الجهاز قوي. طب هو مستعجل على الجهاز وانت بقى عايزه ايه؟ انا عايزه اتجوز. طب ما انت هتتجوزي يا زيت، هو الجواز هيطير. انتوا كلكم اتجوزتوا يا صفيه، ما فاضلش غيري. وبصراحه مش الجواز هو اللي هيطير، هو عبده هو اللي هيطير. عريس طول بعرض بيشتغل في البنك وما عندوش اهل بصراحة كده يعني مش عارفة، بس أنا حاسة إن أنا بقيت أحبه. طب حبيه يا ستي زي ما أنت عايزة، خلاص إحنا في آخر سنة، خدي الليسانس وبعد كده ضيعي وقتك بقى في الفرش والجهاز والحاجات دي بعدين. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا صفية؟ أضيع وقتي إيه؟ أنا الجواز بالنسبة لي حاجة مهمة، وهو ده مستقبلي. لا مستقبلك هو كيانك، مش راجل تعتمدي عليه ولما يسيبك تقعدي تعيطي زي الولاية تحطي إيدك على خدك. كل واحد قادر يحدد أولوياته براحته يا صفية، وأنا حرة. أنت اتجننتي يا زيت، أنت اتجننتي رسمي. إيه إيه في إيه في إيه في إيه؟ عقلها مش عاجبها كلامي. ايه ده صفية بتقول ان الكلية اهم، وانا بقول الجواز هو اللي اهم. طب انت حرة، بس هي خايفة عليكي. بس مش خايفة عليا ولا حاجة، هي دايما عايزة تثبت ان هي اللي صح وانا اللي غلط. يا ستي ما هي لا صح ولا انت غلط، هي بس عايزة تقولك انها بتحبك وخايفة على مصلحتك، هو اختلاف في وجهات النظر مش اكتر. فمش قادر تقعدي تعصبي عليها وهي تعصب عليكي، انتوا صحاب بلاش تعملوا بعض كده. ده ايه يا عبدو؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا عم جيت؟ اهلا. حاول بقى تخرجها عشان هي متضايقه شويه. انا هروح لصفيه بعد اذنك. ايه اللي انا شايفه ده يا زهق؟ ايه اللي انت شايفه يا عبده؟ في ايه يا عبده؟ في ايه؟ في ايه؟ واقفه مع عزيز ليه؟ اخوكي ابوكي. يا عبده انت مش فاهم، اصل انا وصفيه كنا افهم ايه بس يا زهق؟ افهم ايه ده بيحسس عليكي؟ جامعه ايه دي ولا مسخره ايه دي؟ ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده يا عبده. انت هتعلميني اتكلم معاك ازاي يا زات؟ انا اساسا ماليش كلام معاك، انا كلامي مع ابوكي. اتفضلي يا هاني، انا من اول قلت الجامعه دي ملهاش لازمه، اوف كورس ملهاش لازمه. قدامي بس الكليه يا عبد. قدامي يا زات يا شيخ اسكتي، ده كان بيحس عليكي. سيب ايدي يا عبد. قدامي يا زات ما تخليش. ده ايه الجامعه دي؟ سيب ايدي يا عبد. قدامي يا زات يا عبد. مش كده، اسكتي خالص. سيب ايدي. مش هسيبها. ها بص بقى يا عمي، حضرتك سبق ورفضت طلب ان زات تسيب الكليه، وانا احترمت رغبتك، بس اللي انا اروح الكليه الاقي عروستي واقفه مع زميلها تساير، فده شيء انا مستحملوش على كرامتي ولا على برستيجي يا بابا. فبناء عليه انا قررت ان استحاله زاد تكمل دراستها، ومش شايف اي مبرر ان احنا ناجل الفرح للصيف. ولو حضرتك اصريت فسوري بقى يا عمي، انا زي ما دخلت بالمعروف هخرج بالمعروف. استهدى بالله بس يا ابني، واللي انت عايزه هيتعمل. طلباتك ايه فوزيه؟ مش نعرف طلباته يا سعد واحنا مش قاعدين مع بعض عشان نتكلم؟ مش بدل ما بنتك تتفسخ خطوبتها وتبقى سرتها البان على كل لسان؟ اتفضل طلباتك يا عم. انا كلمتي واحده، الفرح والدخله على العيد الصغير، ها نقول مبروك؟ يا زاد مش معقول تسيب الكليه عشان خاطر الاسم عبد المجيد ده؟ انت عايزك تبقي زيه من غير مؤهل عالي. مش حقيقي الكلام ده، هو على فكره ما كانش هيخليني اسيب الكليه ولا حاجه.
لولا انه شافني مع قاعده مع عزيز. انت مصدقه الكلام الفارغ اللي عبد المجيد بيقوله ده ولا ايه؟ حسن عنده حق يا زيد، عبد المجيد ده ابن خالتي، بس عمرك ما تسيبي دراستك عشانه ولا عشان اي حد، صدقيني. انتوا ليه مش حابينه كده يا حبيبتي؟ مش حكايه مش حابينه، انا بس حاسس ان انت مش هتبقي مبسوطه معاه. اذا كان بعد تلبيس الدبل عايزك تسيبي الجامعه، ما بعد الجواز هيعمل فيكي ايه؟ انت كمان يا هدى هتسيبي الجامعه وهتسافري مع حسن. اديكي قلتيها، يعني في مبرر قوي انها تسيب الدراسه، انها مسافره معايا، وبعدين انا مقدم لها على كليه هناك عشان تكمل. مش عامل حجه زي سي عبده ما تدخلش على عيال فروضه. مش حجه ولا حاجه يا حسن. وبعدين مين اساسا قال لكم ان انا عايزه اكمل دراسه؟ هي جت من عند عبده. جت من عند عبده؟ بابا كده كده ما كانش هيوافق اني اسيب الدراسه. انت حبيبتي كده بتاذي نفسك. انا عارفه مصلحتي كويس. عارفه مصلحتك كويس؟ ايوه. طب عقلك فراسك تعرفي خلاصك بقى يا زيد، انت حره. يلا يا هدى، يلا خلينا نروح سينما. يلا حره حره، اقعد اتكلم معاها عشان اتاخر طبعا.